هل في ممكن من يوم من الايام مستقبلا تترشح لرئاسه نادي اخر غير سموحه؟ لا، او ترجع للمجال الرياضي؟ ما بص، انا ما اعرفش بكره هيكون في ايه. انا دلوقتي مبسوط وسعيد جدا، واتشال من عليا ضغوط رهيبه جدا. دايما لما بشتغل طبعا بكون مضغوط جدا، وعليا ضغوط تانية جميله انا بعملها وبمارسها وسعيد قوي بيها. فانا في اللحظه دي احمد ربنا واشكر فضله. لكن انديه اخرى مش قد ما كان في انديه كتيره نفسها ان انا اكون رئيس مجلس. لا ما هو سعر بيع المهدي سليمان لنادي بيراميدز؟ 68 مليون جنيه. 68 مليون جنيه؟ واسمه ايه ده كمان اتباع ب 2 مليون دولار وشويه كمان. عبد الله، عبد الله بكري؟ بكري افضل صفقه من الاهلي. احمد عبد القادر مثلا وناصر ماهر. افضل صفقه من الزمالك؟ مصطفى فتحي ومروان، مروان حمدي. اللاعب اللي اتباع من سموحه بشكل سريع جدا وبسهوله كان مين ده؟ المهدي سليمان واسمه ايه ده محمود عبد العزيز بسهوله، كلهم اتباعوا. صمو الافوم، جدون اطرام، كل دول بسهوله جدا. في الصفقات مين كان اسهل في التفاوض، محمود الخطيب ولا مرتضى منصور؟ الكابتن محمود يعني كلامه قليل جدا جدا ومحدد جدا، خدت بالك؟ لكن صعب جدا. ومرتضى منصور برضه صعب، صعب. بس كنت انا ومرتضى منصور ببيع وبشتري برضه في 5 دقايق. يعني هو كان بيثق في اللعيبه والحمد لله اديت له احسن لعيبه، والحمد لله كان مبسوط وكل حاجه بره بمنتهى السلام، واداني فلوسي وكل و100% تعامل معايا باخر شياكه واخر رقي، وما شفتش منه حاجه وحشه في التعامل خالص. وطبعا محمود الخطيب ما شفتش منه ابدا الا كل خير، كل خير. من افضل رئيس نادي في تاريخ مصر؟ حسن حمدي. بس محمود الخطيب جاي دلوقتي كمان، انا شايف ان هو يعني ماشي على نفس النهج وبيعمل حاجات جامده. بس حسن حمدي ده اسطوره. اكتر شيء ندمت عليه خلال فتره تواجدك في سموحه؟ لا انا مش ندمان على حاجه، مش ندمان. انا في طبعا ناس كنت فاهمها غلط طبعا، بس عادي دي الحياه الدنيا. انا مش ندمان، ما ببصش كده يعني. كل يوم كل يوم يوم جديد، انت خدت بالك؟ خلاص انا بنسى اللي ورا ما بشيلش.